أنا الحقيقة تسمرت أمام التلفزيون قناة البرلمان وأنا أستمع إلى مداخلات النواب في نتائج التقرير الذي أدان جونسون بوريس جونسون واتهمه بأنه كذب وراوغ إلى آخره الكلمات اللي ألقوها ألقوها بنوع بالعاطفة بشعور بأنه الديمقراطية البريطانية فعلا يحددها أن يكون على رأسها رجل كاذب أو كذاب أشر مثل بوريس جونسون وفعلا هو ثبت كذبه والكذب طبعا في عند في النظم الديمقراطية هو الجريمة الكبرى لأن السياسي عندما يكذب يمكن أن يفعل كل موبقة أخرى هو الكذب أم الموبقات جميعا لكن وأنا أراقب ذلك تذكرت توني بلير توني بلير ايضا كذب وكذب كذبه كبيره جدا يعني كلفت ملايين حياه ملايين من البشر دمرت مش بلد باكمله غيرت تركيبه المجتمع حالة العراق الى بلد طائفي يكره بعضه بعضا الى اخره واقر بكذبه، اعترف الجميع بانه كذب وهو ايضا اقر بانه كذب بطريقه غير مباشره ومع ذلك لم نرى ولا واحد على مئة من رد الفعل. اذا هناك فرق بين كذب وكذب. <applause> لم يحاسب واحد لم يحاسب ولا <applause> واحد ولا واحد لان الضحايا لان الامر لا يتعلق بداخل البلد. وربما ايضا لان المنظومه الحاكمه كانت شريكه له في هذا الكذب احنا تعرف لما حاولنا نرفع قضايا في 2011 كانت في محاولة في 2014 كانت في محاولة لما حاولنا نرفع قضايا تخيل المحامين نفسهم في الحالتين محامين مختلفين هذه كانت شركة وهذه كانت شركة كلاهما نصحنا قال تريدون احتمالية نجاح احتمالية النجاح أن تتكلموا عن خسائر الجنود البريطانيين في الحرب حتى تكون لكم فرصة أنه يعني تكسبوا القوة ليس خسائر العراقيين أما العراقيين مليون مليون ونص لا. لا. لا قيمة له هذه لن يتفاعل معها أحد إنما تكلم قل أنه كيف كذب على الأسر أسر الجنود والضباط بحيث أرسلوا أبنائهم وبناتهم فقتلوا هنالك اه احتمال تعرف أد... الـ في مسألة بوريس جونسون أنا أتذكر دائما قبل ما هو يتم اختيارك كرئيس للوزراء وكان واضح انه هو ماشي في في هذا الاتجاه احد ال يعني اصدقاء وشخص زاملته في العمل يعني فهو درس في مدرسه ايتون واظنه كان في نفس السنه الدراسيه وكان شديد الوطأ عليه في في تويتر دائما يكتب م. عنه وكذا فسالته يعني ليش يعني فقال لي اكبر كارثه يمكن ان تحل ببريطانيا ان يتم انتخابه هذا الرجل كارثه بكل ما تعني الكلمه م. وانه يعرفه على المستوى الشخصي المستوى الشخصي ومن ايام الدراسه يعني فبكون طبعا في الفضائح كلها عنده في اشياء تم تهذيبها عبر السنوات على قلتها يعني قبل قبل ايام نشرت ساندي تايمز مذكرات او جزء من مذكرات ديفيد كاميرون رئيس السابق طبعا هذول باي كما يقال زعماء المحافظين كلما جاءت امه لعنت لعنت اختها صحيح كل واحد بيجي بلعن الذين صحيح قبله والذين بعدهم فيقول جزء منه عن بوريس جونسون يقول انه هذا من كذاب وقح يعني بهذه العبارات وكان جزء من الكذب الذي كذبه في موضوع بريكزيت كيف قاد هو و... ناجل فراج فراج وغوف و... مايكل غوف غوف قادوا حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بالكذب, بالكذب؟ الكبير طبعًا. يعني لما يقول انه هو بريطانيا تدفع الاتحاد الاوروبي تكلفه 350 مليون اسبوعيا اسبوعيا وطلع طبعا كله كلام كذب وعندما يقول كذبا كذلك هو طبعا يذكر هذا ديفيد كاميرون في مذكراته انه هو تخويف التخويف من تركيا في ذلك الوقت انه اذا احنا بقينا في الاتحاد الاوروبي وهي تركيا ستدخل الاتحاد الاوروبي وتتدفق الى بريطانيا ملايين 90 مليون تركي 90 تركي. مليون انا تركي. تركي. جذوره تركيه <applause> الله يبارك <علي تصفيق> له هذا الكذب اللي هو ذكره الدكتور محمد تركي عاق آه كذلك في لما كان في مدرسه ايتون يقولون كان عمره 13 سنه جزء من كان ينظر اليه الطلاب على انه لما ياتي يقول جاء الكاذب ذهب الكاذب حتى لما انتقل الى اوكسفورد يونيفرسيتي كان كذلك مشهور بالكذب حتى ان زميله في حزب المحافظين يقول ان الكذب بالنسبه لجونسون هو هو الوضع الطبيعي الوضع الطبيعي انه الكذب طبعا الان الكذب على البرلمان اخيرا لانه يخص البرلمان ويخص بريطانيا طبعا قامت القائمة وهو كذب في موضوع البارتي اللي هي بتاعة الكوفيد اللي هي الحفلة أيوة هي المشكلة يعني هو لكن كذب توني بلير اللي تفضلت فيه اللي أدى إلى قتل عدد كبير ألاف من البريطانيين وتدمير بلد بحجم العراق وقتل ملايين الناس هذا لم يتحدث عنه أحد لأنه يخص ناس أخر حتى ولا يزال, حتى ولا يزال, اللي... يزال توني بلير يحظى باحترام وتقدير الطبقة نعم، بس السياسي. لأنه في, في, أنا أفتكر في, في مزلة أخرى برضو اللي هي في, في كيفية رسم الصورة الشخصية للسياسي لدى المجتمع الخاص بالمجتمع البريطاني يعني أنت لما تشوف توني بلير يعني لا زال في صورة رجل الأسرة رجل مستقيم على اللي قال على, على نطاق القيم البريطانية يعني حتى على مستوى القيم البريطانية بوريس جونسون يعني بألطف عبارة مهرج إن لم يكن أسوأ من ذلك بكثير يعني وطريقته متمردة يعني حتى البريطانيين نفسهم هم يتحكموا إنه ما ما نعرف كم من الأطفال اللي عنده يعني هل هم ثمانية أكثر من ثمانية ودائم وطريقته هوجاء ومظهره وهندامه فهي دي بتسهل أنه لما تعمل المقارنة السطحية هو يبدو أسوأ بكثير من لكن توني بلير لكن من ناحية اشكال, إشكال أساسي دكتور محمد ما الذي يجعل واحد مثل بروس جونسون يصل إلى رئاسة الوزراء قبل أن يصل كان هناك مثلا الجيران استدعوا البوليس لأنه كان يضرب زوجته, زوجته, اللي كانت معاه في في الشقه وجاء البوليس وحقق معه زوجته كان كان اي آه آه لا ما كانت زوجته كانت صديقته كانت اه نعم يعني تهذيبا صديق يعني, صديق يعني خطيب صديق نقولها تهذيبا <applause> كله سيان وحقق آه معه البوليس وكان يومها وزير خارجيه يعني لم يكن انسان عادي الامر الاخر حتى لما كان مير يعني حتى لما كان في بلدية لندن أيه. كان واضح التهريج بشكل رهيب طريقته في الحديث أكاذيب خروجه على بعض القيم وإن كان الآن كثير من الناس يخرجون على هذه القيم التي كانت موجودة في هذه البلاد قيم العائلية وقيم كان كلها ثم جاءت الطامة الكبرى في 2016 في البريكزيت والأكاذيب الكبرى خاصة تاع 350 مليون جنيه في الأسبوع اللي هي حوالي 20 مليار جنيه يعني أن كان وصدقهم الناس في حين أن الاستابليشمنت كلها كانت معارضة الخروج من البريكزيت ما هي لماذا تسمح وهذا هو انتقاد واحد من الانتقادات الأساسية للديمقراطية في الحقيقة كيف سمحت الديمقراطية البريطانية وهي الأقدم ديمقراطيات وأكثرها ترسخاً سمحت بوصول واحد مثل هذا, هذا واحد. ايوه الامر الثاني آه، الذي خ... ترك ال... و... وابو ناجي قال لنا انه تسمر امام تلفزيون لانه هاجم اللجنه التي حققت صحيح فهو كان وقح صحيح. جدا مع اللجنه جداً. التي حققت وهم هم لا يريدون هذا هم يعتقدون انهم عندما يضعون لجان مستقله فعلى الناس ان تقبل لان شبه حكم قضائي م. والقضاء يحترمونه جدا وطعن في, في نزاهتها طبعا نعم والقضاء مهم على جدا على فكره هي هذه طبعا هو مش من اول اول مره يعني حتى يقال انه لما كان صحفي في ديلي تلجراف فصل 1900 و89 من ديلي تليغراف لانه اختلق قصه تقارير كاذبه مم. ثم بعد ذلك كان في احدى الصحف الاخرى كذلك فصلوا مره اخرى لانه كاذب ومع ذلك صار رئيس وزراء اذا 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 هذا تس تس تسمحوا لي قصه براكسيت. في قصه بريكسيت بس اضافه بسيطه يعني عشان تلاحظ الرجل هو كتب مقالتين أيوة واحدة مؤيدة وواحدة, وواحدة معارضة. معارضة وكان كلاهما في جيبة نعم كلاهما في جيبة بس منتظر إيش الفرصة اللي راح تفيده شخصيا يطلعها إما يعني كانت كان عنده مقالة مكتوبة ضد بريكزت ضد الخروج من أوروبا وعند مقالة أخرى مع الخروج من أوروبا وكان يتحين الفرصة وين هو يثبت أقدامه أنا الحقيقة عندي تعليق على هذا الموضوع لأنه مهتم في يعني إحنا في عملنا في المؤسسة وفي متابعتنا في الحقيقة اليوم إحنا يعني في العالم في عدد من الظواهر التي تتحدى أنا باعتقادي تشكل أزمات الإنسانية بشكل, بشكل عام طبعا اليوم الأظهر هي قضية حملة الشذوذ والمثلية وما شابه التحول لكنه الحقيقة هي عدد من الظواهر والإشكالات المحدقة بالبشرية واحدة من أهم هذه الظواهر هي ظاهرة عفوا التفاهة التفاهة والتسخيف اليوم احنا محاطين بهذه الثقافه بدءا من يعني اول النهار اول ما تفتح التلفزيون على الاخبار وطبيعه الاخبار ومرورا بكل ما يجري يعني في اروقه السياسه واروقه الكذا ثم انتهاء بما يعني نشاهده ونتعرض له في حياتنا بالمجتمع وهكذا. احنا قبل ما نتكلم على بوريس جونسون احنا نتكلم على ترامب. احنا كان عندنا ترامب الذي هو يعني نموذج بوريس جونسون لكن مضخم حوالي عشر مرات في أمريكا في بلد مثل أمريكا أنه واحد مثل ترامب أنت بعقلك تقول هذا يستحيل أنه في يوم من الأيام يمكن أنه يتصدر أع ما يسمى بأعظم وأقوى دولة في العالم لكنه حصل واليوم لو يعني بإثبات كل المراصد لو اجريت الانتخابات اليوم يفوز يعود للفوز بالانتخابات رغم ما قام به من تاليب للناس حتى يهاجموا مقر الديمقراطيه وعاصمه الديمقراطيه في هذا يعكس التغير اللي حاصل في المجتمع هذا هذا الحقيقه انا باعتقادي في في جانبين الجانب الاول هو حاله ال يعني بالمعنى السياسي الكفر بالمؤسسه السياسيه ولذلك كل من ياتي من خارج رواق المؤسسه السياسيه ينظر له على انه هذا متمرد على الحال السياسي، السياسيين ايش جابوا ايش سووا دمروا حياتنا وكذا وكذا ونحتاج الى شخص ياتي من خارج هذه المنظومه يمثلنا. بالاضافه يا دكتور انس للتفاهه اللي تفضلت فيها، اعتقد انه في قضيه اخرى هي قضيه الشعبويه. هذا هو الشعبويه اللي الان يمارسها مجموعه من قاده الغرب. وذكرت انت امثله وطبعا لا يقل عنهم شعبويه شو اسمه هذا المكرون تاع فرنسا صحيح رأسة. وقبلهم وغيرو. برلسكوني الايطالي اللي, اللي مات شوي ايطاليا الحاليه الان و... الذي على راس مره في زمان في حرب لما كان اسامه بن لادن كنت في الجزيره فسال سئلت سؤال عن الفرق بين بن لادن وبين توني بلير في في ذلك الوقت قلت لهم الفرق بينهم انه بن لادن بغض النظر عن راينا فيه هو موجود في تورا بورا في الجبال مهما كان مهما فعل مهما سوى بظل أثره محدود لكن توني بلير وفي ذلك الوقت بوش هؤلاء موجودين على رأس أنظمة تملك من القوة الإعلامية والسياسية والعسكرية ما يمكن أن يدمر فيه العالم وهم غير مؤتمنين على هذا العالم من حيث أن يكونوا صادقين أو أن يكونوا يعني يعملوا من صحة هذا العالم مجموعة من التافهين الشعبويين الذين لا يعني ليس عندهم أي مصداقية يحكموا العالم بكل هذه الإمكانات الموجودة وبالتالي الحروب في العالم تزيد الجوع في العالم يزيد عدم التوازن بين ناس يعيشوا في فقر مدقع في عالم الثالث وحروب ومآسي سببها مثل هؤلاء وبين عالم آخر مليار دي اللي حكينا عنهم في البداية سبع ملياردية اللي قاعد العالم يبحث عنهم شوف أنت الذي تفضلت به هو الأمر الثاني اللي أنا أردته وهي قضية استخدام هذه الآلة لأجل يعني تقديم الحلول البسيطة العفوا السخيفة مر... أستخدم مصطلحات غير لطيفة السخيفة لقضايا كبرى الإنسان المواطن العادي اللي هو يشكل 85% من المجتمع ما يستطيع يستوعب تعقيداته فتعجبه هذه الأجوبة يعني مثلا خليني أضرب لك مرة ثانية عودا إلى ترامب يعني مثلا جونسون في البريكزت لما قال أنه راح نرجع من أوروبا 350 مليون أسبوعيا هذا الكلام أي إنسان عادي ما عنده القدرة على أن يفكفك تعقيدات المشهد بالنسبة إلى حل ممتاز مباشرة أن يشعر نفسه هو صار مليونير لأنه صار 350 صار بجيبته بجيبته يعني صار بجيبته شوف ترامب ماذا قال قبل قبل ايام؟ خرج في مؤتمر صحفي وقال قال انا اذا صرت رئيس خلال اسبوعين تنتهي حرب اوكرانيا روسيا. وقال خلال, خلال يومين, يومين هو مش حتى خلال يومين؟ <applause> قال يومين خلاص قدم حل اليوم اي واحد عنده عنده شكوى من الحرب، اي خبر سيء عن الحرب، اي كذا يقول لك يا اخي مو ترامب حللنا اياها. بس هو كلامه صحيح على فكره، يعني هو انت الان لو الغرب ما يدعمش اوكرانيا بتنتهي الحرب. لكن القصد وين آه. القصد وين هذه هذه طبعا هذه اشكاليه كبيره جدا انت هو غالبا ترامب حيوقف دعم اوكرانيا لما طبعا, طبعا, طبعًا. لما انت, لما, انت لما, لما, لما تقدم حلول آه مبسطه مجتزاه سطحيه لقضايا في غاية التعقيد لجماهير يعني هي تعاني تعاني اقتصاديا تعاني أمنيا تعاني مجتمعيا تعاني سياسيا تعاني من كل شيء بس عودة إلى إلى الموضوع الكذب جونسون كذب في حالتين بارزتين الأولى بريكزت وأنا في وجهة نظري أن كذبه في بريكزت أخطر بكثير نعم. شوفي الآن المشكلة الاقتصادية في بريطانيا صحيح. الآن بدأوا يعني شوية شوية يتجرأوا يقولوا السبب على على استحياء على استحياء جدا على استحياء لانه بتروح الان السوبر ماركت بده الكاش بيض الان الغلاء طعام الغلاء الفاحش الان حيرفعوا المورتجج مصيبه يعني هذه الكذبه اكبر بكثير من كذبه متعلقه حفل حفلة عيد ميلاد كلام في, 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 الاغلاق لكن لكن ايش الفرق؟ ما هو هنا ايش الفرق؟ ما الفرق بين تلك الكذبه وهذه الكذبه؟ كذبه بريكزت شبيهه بكذبه توني بلير في حرب العراق صحيح في جزء كبير من الاستابلشمنت معه في الكذبة البرلمان جزء كبير منه معه في الكذبة هنا هما بيميزوا بين حاجة وحاجة والسبب أن المنظومة الأخلاقية غير موجودة المعايير يعني المفروض أن يكون في معيار أخلاقي مطلق ثابت الكذب لا يجوز في أي حال من الأحوال بشأن خاص ولا بشأن عام في حاجة كبيرة ولا في حاجة صغيرة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الكذب مزاحا صحيح لا يجوز أن تكذب مازحا الكذب بكل انواعه خطر على البشريه، لكنهم هنا بسبب انه هذا المعيار مفقود لديهم يجيزون ما يتناسب معهم من كذب ويحلونه يحلونه عاما ويحررونه عاما. هذا واحد من المعلقين، واحد من المعلقين لما تعرض لهذا السؤال شبه بمثال غريب قال تعرفون قصه الـ هذا المجرم الكبير رئيس العصابات آل هوون آل في أمريكا كانت عنده مجموعة شبكة عصابات عبر الولايات المتحدة الأمريكية في الثلاثينات والأربعينات وعمل حملات لقتل واغتيال كل خصومة نعم. وكذا 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 الأف بي آي وقتها عجز عن أنه يمسكه إلا لما واحد صغير من الأف بي قال طيب أنا عندي وسيلة لأجل أن نمسكه أنا انتبهت أنه هو لا يدفع الضرائب لا يدفع الضرائب لا يدفع الضرائب على ماذا على مبيعات الخمر التي كانت محرمة آنذاك قال لك ما يدفع الضرائب فمسكوه في قضية دفع الضرائب قالوا ما نقدر نمسكه في الكبيرة فهذا المراسل لما قالوا له قالوا له طيب يعني ما قيمة هذه قضية والله سوى حفلة ولا ما سوى حفلة لما هو طلعنا من البريكزيت ومن من أوروبا وتكلفنا هذه الخسارة الاقتصادية والإنسانية الكبيرة جداً فضربها بهذا مثلا <applause> هذا يدل هذا يدل ماذا على اختلال الموازين لا هو السؤال برضه طبعا في جانب انه هم ما مستعدين يناقشوا مساله البريكسيت صحيح طبعا. طبعا لا بس هو السؤال لانه لاحظ هو كان محظوظ انه يعني جاءت الجائحه فغطت عليه كل شيء صحيح وانه حتى لو في ازمه اقتصاديه لا هي الجائحه سببها لانه تعطل الانتاج تعطل البلد وكذا وحتى ما الحفلة أنت بتشغل بها قطاع من المجتمع اللي فقدوا أحبابهم وقاربهم وما توديعهم وكذا شغلة عاطفية فهي مريحة جدا أنها تبعد النقاش من القضايا الأخرى الموجودة لكن في ما العراق المزعج بالنسبة لي هو هوان أرواح طبعا منطقتنا طبعاً عليهم, صح عليهم يعني كونه أنه حتى بعد ما مرت يعني هذه العقود الآن هذا يعني انه نجد نفس الشيء التوازن الاخلاقي في المساله غائب ومثل ما تفضلت يعني لما قبل انت قلت انا كنت عاوز استدرك عليك في مسألة انه هم ينظرون الينا كغابات ورعاع واوباش و لكن هي نفس النظره بتاعة الهجره نفس نفس النفسيه اللي انت بتسمح لك تطلق النار على على قوارب او يعني تخليها تغرق ونفس النظرة إنك تفرض علي أنظمتك وديمقراطيتك بين قوسين وهويتك لأنه أنت لا زلت مسكون بذات الشعور اللي عبر عنه شاعر الإمبراطورية كيبلينغ في 1899 في قصيدته المشهورة The White, Man's The White Man's Burden إنك أنت بعثت هنا, إلا هنا, هنا دكتور السؤال اللي سأله الأخ زيتوت عن أنه طيب كيف يصل هؤلاء الكذبين في الديمقراطيه يعني قد نرجع الى قصه اللي هو بسموها المال اللي هي الرجال المال او المؤسسات الماليه المؤسسات الاقتصاديه اللي اعتقد انه في الغرب الراسمالي بشكل اساسي هذه المؤسسات تلعب دور كبير جدا في صناعه الملوك يعني لا يمكن انه شخص بهذه السيره من الكذب منذ عمره 13 سنه كما كما وهو في مدرسه ايتون هذه وبعد ذلك سيرته القبيحه جدا انه يصل الا اذا كان في هناك مؤسسات ولوبينج دعم له من خلال مؤسسات اقتصاديه مؤسسات تصل الى هذه الاليات آليات الديمقراطيه هي اليات اذا ما فيش منظومه اخلاقيه الى جانبها يمكن ان ينتج عنها اي شيء, كل شيء صحيح, صحيح صحيح اليات دون منظومه اخلاقيه تضبطها لا قيمه لها لكنها اليات مهمه يعني هي زي اي وسيله انت ممكن سياره وسيله انت وسيله نقل لكن يمكن ان تستخدمها في الشر ويمكن تستخدمها في الخير ما الذي يضبطك هنا انه عندك اخلاق ولا ما عندكش اخلاق عندك دين ولا ما عندكش دين تخاف المنظومه الله تخاف؟ القيميه هذه تحدث عنها بناجي هذه منظومه غير موجوده في الغرب ايوه وهذه الـ 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 المنظومه الاخلاقيه ولذلك ترامب مثال وجونسون وغيره حتى كاميرون كاميرون اللي وجدوه في النهايه له اموال مهربها من الضرائب في الجزر مش عارف ايش اسمها هذه وكل كل هؤلاء السياسيين لأنه يأتي من خلفية ليس لها علاقة بالقيم والأخلاق وبالتالي هو يستحل كل شيء في سبيل الوصول إلى المنصب والبقاء فيه حتى لو داس على زملائه يعني مثلا شو اسمه هذا سناك اليوم داس على 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 جونسون وقبله لز ولز داست على جونسون جونسون داس على اللي قبلها اللي هي كل واحد يدوس على الذي قبله بسبب غياب المنظومة الأخلاقية هذا يعتبر فخر بالضبط هذا يعتبر يعني من قبل الإنسان يعني هو بقولك طعن من الأيام شوف أنا يعني ولو قصة على الهامش لكنها تعبر يوم من الأيام صادفة أني كنت في مطعم داعي أحد الضيوف وجلس جنبنا مطعم عراقي وضيف إنجليزي فقلت خلني أوكل أكل عراقي جنبنا مسكوف والله انا ما اخذ <applause> ما ادري م... يعني يمكن باتشا ما ادري المهم ف الطاوله اللي جنبنا كانوا قاعدين عليها ثلاثه شباب هيئتهم يعني ما لكن يتكلمون بصوت عالي فج ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يتنابزون من والده الذي في السلطه في العراق من استطاع تهريب اموال اكثر هذا يقول انا والدي استطاع ان يهرب واذكر ارقام 120 مليون هذاك يقول لا هذا ولا شيء ابوك فاشل انا والدي مش عارف ايش سوى بنى فندقين وكذا وهذا الثالث انا يعني لولا اني مع هذا الضيف الاجنبي لقلت شيئا لكن يبدو انه لما يصل الحاله الاخلاقيه الى الحضيض تصبح السرقه مو قضيه الواحد يتستر عليها يتفاخر بيه مو قضيه الواحد ي... لا يبدا يتفاخر يعني تخيل انا ببالي اقول هذا الاب الذي هو في السلطه في العراق وسرق هذه الاموال لم يستحي انه يقول لي ابنه اني انا اشوف انا انا سرقت لم يستحي ما تستر يعني يخاف انه تعرف زوجته انه هو سارق ولا ابنه يعرف انه سارق لا افتخر ثم ابنه بسبب غياب البوصله الاخلاقيه يتفاخر على زملائه انه والدي سرق اكثر منكم جميعا هذه الحقيقه هي الاشكاليه اليوم هذه فضائل اصبحت فضائل المنظومه اليوم اشكاليتها انها تفتقد للقيم، تفتقد للمنظومه الاخلاقيه وبذلك من الطبيعي جدا انه احنا نتوقع فوز ترامب، من الطبيعي جدا انه اذا بو, بو بوريس جونسون بالمناسبه يقال بانه الان هو يخطط للعوده عودة بشكل من الاشكال ولا استغرب انه خلال خمس سنوات ست سنوات ان تكون له كره اخرى وكان قال في خطابه بل خطاب خطاب التوديع كان قال بان ترك الباب مفتوح حتى الطالبان الاسبانيه قال الان وداعا الان الان هناك من يتوقع ان يتحالف مع فراج واذا عاد ترامب سيعود برج جونسون خاصه انه نسخه مصغره منه يعني وان كان ويشترك شوف هو مش غياب القيم هي نسبيه القيم هاي المشكله اللي ما ما واقع فيها الغرب انه حسب الظروف حسب الاوضاع ما كان سيئا قد يصبح مطلوبا وقد يصبح جيدا وقد يصبح قضيه المثليه كواحده من الامثله اذا النسبيه والانقلاب حتى على بعض القيم بمعنى انهم فيما بعد يقول لك هذه قيمنا يعني الحديث الان في خصومات الان ما بين بعض العواصم الافريقيه بعض رؤساء الافارقه والاتحاد الأوروبي حول قضية المثلية فيقولوا هذه القيم الأوروبية ونحن ندافع عنها وبقوة طيب أنت قبل خمسين سنة كنت تعتبر أن هذا مرض نفسي وقبل مئة سنة كنت تصدر أحكام وحتى توصل ربما بالإعدام فما هذا ال... أرأيت من اتخذ إله هواه قضية هنا الإنسان يتخذ ملذاته إله يصبح الإله هنا لم يعد الاله خارج الانسان اصبح هو يتصرف من ضمن التحولات الكبيره ان الغرب بالاخص كان لفتره ربما الخمسين ستين سنه الماضيه وصل به الحال الى انه تقريبا بات يعبد العقل يعبد العقل ريزن Logical راشونال نعم. والدين نعم. هو خارج هذا الاطار هو ان ارراشونال ان كذا الان تحول تماما من عباده العقل الى عباده الشهوه <applause>